السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي دايمنشن وممكن عايز اغير كل ال يبقى عندي مثلا اكتر من نسخة. طيب لو انا عايز اغير فيهم كلهم فممكن اجي هنا من الانوتيشن من السهم اللي تحت دوت واروح جاي هنا في الستاندرد واروح قايل له موديفاي وادخل هنا في فيت وهنا بيقول لي السكيل ممكن اقول له مثلا السكيل خليه لي 2 واقول له كلوز فكل الدايمنشن اتغير مره واحده. طيب لو انا عايز اخلي واحد فيهم بس فاعمل سيلكت على الواحد دوت واخش كده بقى في الخصائص بتاعته. دي حاجات بقى انستنس يعني ده بس. وهلاقي هنا دايمنشن سكيل دي مكتوبة 2 لان ده الافتراضي. ممكن نخليها مثلا 4 مثلا بالشكل ده.